السلام عليكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في البداية. لو أنت جديد في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك إشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير للفيديو ده. في الفترة الأخيرة شفنا بقى أنباء كتير بتتردد على رحيل موسيماني لتدريب الريان القطري، وهل فعلا موسيماني هيمشي ولا لأ؟ أو الكلام ده بدأ يكتر في الفترة الحالية بالذات مع دخول النادي الأهلي في مرحلة مهمة زي نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي هيكون قدام الوداد المغربي في نهاية الشهر، كمان عدد المباريات المؤجلة للنادي الأهلي في الفترة الحالية في صراع الدوري، فبدأ يطلع كلام كتير على المدرب، وده من غرضه برضه إن هو يشتت لاعيبة النادي الأهلي في الفترة الحالية ويخليهم يبدأوا يفكروا المدير الفني هيمشي ولا هيفضل قاعد، أكتر ما يفكروا في الماتشات اللي هما المفروض يلعبوها ويحسموها أو الماتش الأهم اللي هو دوري أبطال أفريقيا والبطولة الأفريقية الثالثة على التوالي إن شاء الله للنادي الأهلي بيبحث عنها السنة دي، والمباراة اللي هتكون قدام الوداد في المغرب. ولكن المسؤول الاعلامي في نادي الريان القطري كان في مداخله امبارح على برنامج الريمونتادا على قناه المحور واتكلم وقال فعلا موسيماني كان بيحاول يتواصل معانا منذ شهرين علشان بيحاول يتواصل مع اي مسؤول داخل نادي الريان، ومش نادي الريان بس، كان بيحاول برضه ان هو يتواصل مع اكتر من نادي داخل الدوري القطري علشان يدور على عرض مناسب ليه في الدوري القطري، ولكن بيقول ان هو موسيماني ما تمكنش ان هو يوصل لاي مسؤول داخل نادي الريان القطري، فبالتالي ما كانش في اي مفاوضات رسميه ولا اي حاجه، وقال ان كل الموضوع ده كان قبل تجديد التعاقد بتاعه مع النادي الاهلي، ولكن مع تجديد عقده مع النادي الاهلي فبالتالي ما كانش في اي مفاوضات رسميه ولا في اي حاجه، ولكن ما حدش عارف ليه الكلام ده بدا ينتشر دلوقتي بعد ما المدير الفني جدد الموضوع ده، جدد عقده مع النادي الاهلي، وحاليا هو مستقر ومرتبط بعقد لمده سنتين مع النادي الاهلي، فمفيش اي حاجه ومفيش اي رحيل لموسيماني في الفتره الجايه. الريان القطري مستقر ومش عايز المدير الفني، النادي الاهلي كمان مستقر ومش عايز يمشي موسيماني، فبالتالي مفيش اي حقيقه او اي كلام صح، كل ده بس عباره عن فرقعه اخبار علشان تشتت اللعيبه في النادي الاهلي وتشتت موسيماني بالرد على الحاجات الخارجيه اللي زي دي. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه. سلام.